نتائج مواجهات الدور الثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا برهنت مجدداً أن هذه النسخة أظهرت خريطة كروية جديدة للقارة السمراء في ظل الانتفاضة التي أحدثتها المنتخبات التي كانت بعيدة تماماً عن دائرة الترشيحات وتوديع من كان المرشح الأول الحدث القاري مبكراً. بعد خروج المنتخبين الجزائري والتونسي من المنافسة من دور المجموعات تواصلت المفاجآت واستمرت عقدة المنتخبات العربية في المنافسة الإفريقية. بطل إفريقيا 7 مرات لم ينجح في محو خيبات البدايات بعد أن وقع في مسيدة التعادلات ليفشل الفراعنة في العبور إلى الدور المقبل على يد فهود الكونغو، ولأول مرة تخرج مصر دون أي فوز منذ نسخة 92. حلم المرابطين لم يدم طويلاً، الإنجاز كان تاريخياً، إلا أن موريتانيا لم تصمد أمام مفاجأة الدورة منتخب الرأس الأخضر. وبالنسبة لمنتخب المغرب فوضعه مختلف تماماً، النتائج خالفت توقعات جماهيره ليكمل هو الآخر عقد المغادرين على يد منتخب جنوب إفريقيا الغائب عن النسخة الماضية. وللمرة 7 على التوالي في تاريخ الحدث القاري يفشل حامل اللقب في التأهل لربع نهائي البطولة، هذه المرة كان ضحية منتخب السنغال الذي جرده من اللقب القاري صاحب الأرض كوديفوار المتأهل بعد سيناريو دراماتيكي. لم تتوقف مفاجآت هذه النسخة عند هذا الحد فقط، بل امتدت لنجوم القارة المعول عليهم في منتخباتهم، فقد ظهروا بأداء باهت وبمستوى خالف الأمال والتطلعات في صورة النجم الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني. مواجهات ربع نهائي المنافسة القارية تجمع بين منتخبات قوية وأخرى قالت كلمتها منذ البداية، مؤكدة أن كرة القدم على أرض الواقع والميدان قادرة على خلق المفاجآت، ولما لا إزاحة الكبار من على عرش القارة السمراء.